السلام عليكم. بون كي كنت صغير على بالي ما نتوما كي كنتو صغار قالوا لنا والدينا كنا نلبسو لكم غير الحلقه. مي انا كي نشوف لي فوطو داك الصباط والسروال ديك الصالوبات الحوايج عراض كبار دوبلي كولار ونديري كنت عارف من السيرك. مي بون كنت فوطو صعب شي كيما دوك. المهم كنا قراو في نسيت وكان عندنا كتاب القراءة وما كانش ما كانش غير كتاب القراءة باسكو كنا نقراو فيه نورا تحلو بالبطل يا ترى كيفاش راهي تكون كبرت تكون انا نهضر لكم على البقرة كان عندها حليب بنين حلو و حليب بقرة مليح بيان سور. المهم كي كنا ثاني صغار ما كانش لي ماكلاش دا وثاني توجور يكون كاين واحد كسوا كبير عليك ولا قدك جارك ولا يقرا معاك دائما يحضر. وانا كان كاين محمد ولي جارنا دائما يحضرني خطرات براح قرني بيان سور تي طالع الدار هكذايا تعفان منه ما يقابلني بابا بعيد خير واش كاين واش فيك دير كي النحله يا شيخ محمد ولي جارنا حضرني. كيفاش محمد ولي جارنا يحضرك وشي معلق زريعة الخنجرة خذ فرق من راجل يضربو كدرو بزاف تما انا ناخذ الدار دوبلي نضرب برا مع جارنا نزيد نطلع الدار نضرب مع البابا علي بابا الله يبارك لا لا يد عنده يد الله يبارك. المهم الو ديك الغدوة عولت سي بون بزاف رحت حكمت بلوكا ورحت عند جارنا ديالك ونعطي خلاص سي بون مكانش. ومن بعد جي طالع الدار هكايا قلت لي بون راني درت حاجة كبيرة اليوم بابا يفرح ويقابلني بابا روح يا المصيبة روح كيفاش تجيب لي ما شفتين انا مع الناس ها ضربت الوليد وفتختو ها يا شيخ بصح انت قلت لي من راجل اللي ضربو كضرب انا قلت لك كضرب ما قلتش سيلو فويت في راسو راك سيت لو مخو راك سيت لو مخو ضربني. المهم تما انا مع بابا ديرها تاكل الضرب ما ديرهاش تاكل الضرب اي فوالا كاع كنا صغار وكبرنا بصح كي تكبر تفيق باللي دراري صغار يستسيو بزاف خطره كنت مريح مع خويا صغير ودي مرة واش راك تاكل؟ راني ناكل خبز واش راك دير؟ راني كونيكتي ثاني انت خويا؟ يا سلام انا خويا بالمرة وكيفاش تولي خويا؟ بابا انا شرانا بحانوت واحد صغار وماما انا دابا شرانا ديك الحانوت ودوك كيفاش ندير له وثاني دراري يعندو ويعاودو كلش مي لو بروبلام يعندو غير الحاجه للعيان خطره ثاني تجي داخل الدار نصيب خويا صغير يجي خويا لاطا رحت نجري حبستو شبيك حبس قتلتو ما تخافش دوك يموت وديجا شوف دوك الدبابات الحديدة ما يصرالو والو كيما في الفيل كيما في الفيل عاود خرجت جيت جايز تلاقيت بولي جارنا بولي جارنا محمد شفيتو عليه ماشي هو لا خو صغير ايه لازم عيطو تيني صورة. المهم خو صغير عنده واحد عامين هكذا هذاك وين بدا ينطق جيت جايز عليه بسدو هكذا وديت رايح شدني مسروال شفت فيه قال لي كاكا واش هذا البرومي مو كاكا بعدا حكم دو قلت كش من علمو هبط عندو قلت له قول عمو وال عمو عمو وال قول عمو قول عمو والو يقول عمو زبل يا اخي دراري كيفاش زبل يو بالله فمك يا فاي خد عمو عمو كاكا زبل بلا فاي انا سي بون هنا شوفيت هذيك هي ما غلطتش اللي قال لك اللي ما ذوقتو ما ذوقت الاخرين بون ما كان ما دخلها لهنا مي حبيت نقولها. السلام عليكم.